مش موضوعنا اصلا، موضوعنا ان هم شباب فعلا دمهم زي العسل. يعني النهارده على المستوى الشخصي لما وقفنا معاهم شويه، القعده معاهم فعلا ممتعه، بيحبوا بعض بشكل مش طبيعي، مخلصين لبعض، شطار قوي، بيرموا بعض في الميه، بيبيعوا بعض ما شاء الله عليهم، بحسدهم على حبهم لبعض. فعايز بقى تقدموا لنا نفسكم ونتعرف بيكم اكتر. فانتي عرفينا نفسك بقى. هو انا اسمي ندى بوكس. اولا مساء الخير، انا مبسوطه جدا ان انا معاكم هنا، واكيد في حاجه هتضيف لي كتير قوي. يعني عايز البحر كمان بس كده. وأستاذة ولاد طبعا شرف كبير لينا ان احنا شفنا حضرتك. وأستاذة مروة انا ببص فيكي من زمان جدا، خلي بالك. تحية كبيرة جدا لندى بوتا، مليون انستجرام.